كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. الفنانين العراقيين العالميين عملوا واحد التحدي اللي هو تحدي شيخوخة. عجبني تا ندرتها. لا داروا لي واحد دريس صحابي صيبوا لي على جوج ايام. لا هذه ما شفتهاش وحق الله العظيم، انا شفت صور اخرين الله يعين العظيم ما شفت هذه. شوف راسك دابا انت غتقول لا، ولكن عرفتي راه سبحان الله راه عندك هذه وعندك عندك شي ناس صيفطوا لي حتى هما اللي صيبوها. زعما غريب داك الشيء. هذه واقيلا ما شفتيهاش حتى هي انت، هذه حتى هي ما شفتيهاش انت، لقيت راسي بحال دي كابريو في هذا القدس هنا. انت شوف او صوروا لي عاوتاني واحد اخر عاوتاني هاد الناس. والله ما تندير انا لان في الاصل ما عنديش مع داك الفلتر بصراحه، ما تنعرفش ليه بصراحه. زعما ان شاء الله نوصل عزيزه تصل للسينما. شنو كيتمنى السينما تكون ديك الساعه؟ احلامي احلامي نلقى 1000 سينما قاعه سينمائيه بصراحه احلامي. حنا دابا تنضربوا على 14 ديال لي صال السينما وكتلقى نسمو شهاده الناس ولات عندها ثقافه سينمائيه. كتقول مثلا الحنش انا درت فيه 780,000، طريق الى كابول 1,800,000، الفيلم اللي غادي بيه دابا انا وصلت ل 360,000 باقي ما كملتش 3 شهور. يعني هاد الناس بيني وبينك ولات عندنا ارضيه، ولاو عندنا الناس باغا تفرج افلام سينمائيه. والغريب اللي كاين هو ان تندعم في 24 فيلم سينمائي وحنا عندنا 14 لقاعات. فدا نتحلم انا لو الفيلم اللي حقق لي 1,800,000 في 14 لقاعه لو كان عندي 100 قاعه، اما هذه كنت تبارك الله. يعني الجمهور كاينه واحد الثقه ما بينه وبينه الحمد لله، هذه مده ديال 7 سنين كاينه واحد الثقه كبيره. يعني حاولت ان ندخل منتجين خواص، جوج ديال الافلام لو بورجوا وسعيد ومسعود ما داروا بشي الشيء، ما دارتش يعني البلاد يعني الدوله ما دارتهمش ليا. فكنقول دوك الفلوس اللي بقاو من هاد جوج ديال الافلام يمشيو يصيبوا بهم سينمات، حيت الناس باغا تجي تتفرج. الناس ولات دابا عندها ثقافه البروك ديال ساعه ونص، الناس ولات عندها ثقافه ديال تشوف افلام وتشوف افلام اللي قريبه لهذا اللي مهم عندنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.